مشاهدين تلفزيون النهار وحلقة جديدة من وشوشة. ضيفنا في حلقة النهاردة واحد من جينات السينما والدراما، ما بيتكلمش كتير بس ليه طلة. ضيفنا في حلقة النهاردة النجم تامر هجرس. أخباركم إيه؟ منوريني، أهلا بيكم. احنا مبسوطين بوجودنا مع حضرتك، وحضرتك منورنا في قناة النهار وفي برنامج وشوشة. يا أحمد شرف ليا، يا يمنى شرف ليا، ويا قناة النهار شرف ليا. شكرا، ربنا يخليك. نبدأ بالحادث اللي انت عملته في الساحل الشمالي. عايزين نطمن بقى الجمهور على الفنان تامر هجرس. الحمد لله انا تمام، قدر الله ما شاء فعل. فعلا هو قدر ولطف، يعني هي العربية اتبهدلت بس في الحديد بقى، فالحمد لله. تيجي في العربية مفيش مشكلة. تيجي في العربية مش مشكلة. كان اصلا في القاهرة، كنت خلاص وصلت القاهرة. كنت راجع من الساحل. وبس كان مش عايزين نفكرك بقى البداية كده تبقى مش لطيفة. لا، هو حد بس قرر كده يعمل حاجة غلط يعني في الطريق، فأنا لبست فيه، بس صعب عليا عشان هو راجل غلبان طبعا. طب نبعد بقى عن السيرة. احنا اصحاب دلوقتي، تمام. اتعرفتوا بعد تعرفنا. نبعد بقى عن السيرة الوحشة دي، ندخل بقى في الفنان تامر هجرس. فينك بقى من الوسط الفني؟ بقى لك حبة كده مختفي. بقالي حبة مختفي ورجعت لكم اهو بسوجر دادي وجاب المليارات دي، يعني مش مصدق والله، يعني حاجه حلوه. عايز اقول لك حاجه انا دايما بقولها، ومش قصدي ان انا استقل من اي حاجه او اعظم حاجه عن حاجه. انا كل اعمالي بحبها جدا وبتفرق معايا قوي، وليها معزه خاصه. كل عمل بعمله بيبقى له طعم مختلف كده، بتبقى حاجه جميله افتخر بيها. انا بقول لعيالي دايما ان انا عملت افلام يمكن ممكن تقولي اعمق في او متعبه اكتر او مكلفه اكتر، ولكن الافلام فعلا اللي هي يعني عمر ما فيلم عمل الضجه دي معايا قبل كده. يعني شوجر دادي اول حاجه تحس ان هو التجربه الدنماركيه وشوجر دادي، يعني هو اول فيلم واخر فيلم اللي ضربه جامد جدا طبعا. التجربه الدنماركيه لحد النهارده يعني طبعاً يعني لسه بيعمل فلوس، يعني بيتباع لقنوات مختلفه، فدي حاجه طبعا افتخر بيها. وشوجر دادي بس اللي خلاك النقطه اللي عايز اقولها ان هي الناس دلوقتي، وانا كده برضو، الناس مش عايزه تتفرج على حاجه تقيله او حاجه، حتى الاكشن انا ما بقتش عايزه اتفرج على اكشن، عايزه اتفرج على حاجه خفيفه تضحكني وانبسط وتديني رساله حلوه. روح ماشي من السينما كده. احنا بنروح السينما عشان نطلع، يعني نطلع من المود. ايوه بالظبط. نرجع لاول واحد، التجربه الدنماركيه. ايوه، الدخول للوسط والدخول من بوابه كبيره قوي فيها الزعيم عادل امام، دي كانت ايه اللي حصل انك تبقى موجود هنا؟ هو انت جاي من الاخر مش جاي من الاول. استاذ عادل امام صديقي حبيبي، ربنا يحفظه لينا ويحميه. شاف الفيلم الاولاني اللي انا عملته اللي هو بركان الغضب، ولقيته بيكلمني على التليفون. كان عندي ساعتها كنت عامل اعلان في اليونان ولا حاجه كده اهو، وكنت راجع من اللونش بتاعه في القلعه معايا مراتي. فقال لي انا عادل امام الممثل، انا عايز اشوفك عشان التجربه. فالمكالمه دي غيرت مصير حياتي يعني في الفن، اعتقد ذلك، لان هو الضجه دي بتاعت الفيلم ده يعني فرقت معايا اللونش بتاعي، بدأت كبير الاطلاق كده يعني. حتى بركان الغضب كان بطولتك، يعني انت بدأت ببطوله، يعني انت يعني المفروض الواحد يبدأ ببطوله مطلقه. ومش عارف، والموضوع اصلا كنت يعني عايز اقول، مش عايز اقول بتنك، بس يعني كان في نفس الوقت كنت مثلا بنصور في لبنان، قلت لهم معلش انا عايز اشوف بنتي، يعني بنتي كانت لسه مولوده، عايز ارجع. رجعوني في النص ورجعت تاني، فما اكتشفتش قد ايه قيمة انك تعمل بطولة مطلقة في اول دخلة ليك، وقيمة الراجل الجميل محمد عايش اللي هو منتج الفيلم اللي عملناه. وطبعا كان فيلم لقريب سارة وقيمة طبعا كويس جدا. فانا الحمد لله ربنا دايما يعني بيبارك لي في الحاجات دي، واداني مشوار لذيذ مختلف كده. عشان انت مش مركز له تامر، يعني معلش، يعني انت يعني خلينا انا عارف شوية من جوه الوسط. انت يو دونت كير افري تايم اني تايم، اللي هو يعني حاجه جت حلوه تمام، ما جتش انا مش مركز معاكم يا جماعه، وما بحاربش عشان اخد بطوله. لا انا ما بحاربش شكل اي حاجه خالص. بالظبط، انا ما بحبش يعني
انا ممكن اخش امثل عشان اجيب موتوسيكل جديد زي باب الخلق عملته عشان اجيب بايك جديد عاجبني لا انا هقول لك المشكله في ايه. انا يعني في نقطه بس اقول عليها يا احمد، انت قلت اي دونت كير. هو مش اي دونت كير يعني لان انا اي كير قوي، يعني انا بحب التمثيل وبحب المهنه قوي وطول عمري بحبها ومتفوق فيها دايما طبعا. حتى في دراستي وكده الكورسات اللي كنت باخدها، فانا بحب الموضوع ده قوي. بس التحبيشه اللي معاه ان انا لازم مثلا اسهر سهرات اخرج شله جميله اعمل تعمل مود معين عشان توصل عشان حد يقول انت ممثل كويس اشغلك. لا انت انا خلاص انا عملت اللي عليا، انت عايز تعرف لو انا ممثل شوف كويس اتفرج على اعمالي. فانا مش عايز اخلي اثر على اي حاجه جميله في حياتي على حساب حاجه انا مش مقتنع بيها. فانا ممثل، الناس عارفه انا مين وعارفه، والمخرجين انا بتكلم على المخرجين أوكي. والناس اللي في الوسط. فاللي عايز يشتغل معايا اهلا وسهلا، اللي مش عايز بدون يشتغل بقى الشو اللي بيحصل ده يعني. علشان اوصل يعني صح كده. فانت ردا عليك، انا ما اعرفش لو النجاح ده جاي علشان انا مش مركز، لان انا مش قصدي نجاح، عايز الفرص. لا النجاح بيجي، النجاح طبعا لازم يجي بتركيز. الفرص بيجي لك فرص كبيره مش عارف. علشان يمكن عارف اللي هو دايما بيقول لك اللي بيبقى ميت على الحاجه ما بتجيش، يعني الحاجه بتيجي مش ميت عليها، مش مركز يعني او مش مركز للفكره قوي او قعدت 5 سنين مش بتجري وراها. انا سايب الامور لربنا. يعني انت كنت تقدر والله العظيم انا سايب امور ليه هو يتصرف. فهو الموضوع يعني انا بعمل اللي عليا بس، يعني بعمل افورت معين لحد معين بالظبط، وبعد كده على ربنا. قبل شوجر دادي كان في توقف، كان ايه حاجه كان عمل السينما الاخير اللي عملته قبل شوجر دادي كان الديزل مع ايوه محمد رمضان وده كان بس انا اشتغلت مسلسلات بعد كده تقريبا مأمون وشركاء وكان بعديها معرفش مش متاكد، واللي هو بتاع يسرى أحلام سعيدة، أحلام سعيدة كان بعديه برضو مع عمرو عرفة. في كيمياء بينك وبين يسرى كده، بحس ان في كيمياء. يسرى حبيبة قلبي، يسرى صديقتي حبيبتي يعني لا حتى يعني بحس في ماتشنج في الشبح كده يعني اللي هو شي از فريندلي. وهي طبعا بقول لها انت كل الناس بتحبك وانت بتحبي كل الناس يعني بس فقلت لها فانا يعني فخور جدا ان انا ليا معزه خاصه عندك يعني اوكي انت حبيبه الجماهير يعني. نرجع بقى لشوجر دادي، قول لي الكواليس شوجر دادي جات لك ازاي الفكره وجات منين وبدات ازاي؟ الكواليس ولا الفكره؟ الكواليس جات الكواليس كانت مضحكه جدا طبعا لما يبقى عندك حد زي بيومي فؤاد طبعا ومصطفى غريب في مشهد واحد كلهم، وانا مش كوميديان يعني انا ما بعتبرش هم منبهرين بيك طول الوقت في الفيلم ان انت الشاعر اللي داخل كل الستات ببص فهي كانت لذيذه يعني. فهي كوميدي مواقف اكتر، انا بس بدي كده لاين عشان هم يشتغلوا بيه، بس بيضحكوني ضحك ببقى مكركع وهم لذاذ تعرفت عليهم اكتر وحبيتهم اكتر. ليلى علوي طبعا صديقتي من زمان، وطبعا كل الكاست يعني عمر اشتغل مع بيومي، فرح زاهد فرح اول مره اشتغل مع بيومي صح، ومي برضو جميله جدا، ناس كتيره قوي اشتركت في الفيلم، كل الفيلم لذيذ. ف ولا وعايز اقول لك كمان الانتاج لذيذ، ناس كده تحسي لطيفه فليكسبل يعني ناس شياكه كده. لو كنتوا بتصوروا في اماكن حلوه قوي يعني الاماكن نفسها ما ينفعش حد يتنشن فيها. صورنا على البحر كتير بس يا جماعه، بس اقول لكم نقطه يعني احنا بنصور على البحر مثلا بنبقى بنصور لحد الساعه 5 الصبح بعد كده نرجع نصحى تاني مثلا الساعه 9 الصبح. هو ارهاق طبعا، قاتله يعني ما بنتمتعش بالبحر، تبقى انت يعني عارف بيغيظك بس كده يعني شايف البحر بس مش قادر تقرب له. بس انا دخلت البحر اول شوت ليك وانت خارج من البحر اصلا، محدش فيهم دخل البحر انا تمام. طب انت الفيلم ده كنت مقدم مسج كويسه جدا كجان بيقدم مسج في عمل كوميدي، كان التركيبه يمكن هو التركيبه عشان كانت غريبه نجحت قوي. انا هقول لك احنا اتكلمنا انا ولؤي والمنتج والمخرج محمود وزيد، اتكلمنا في موضوع كان هي كان في فاين لاين كده اهو كنت عايز بقى اجود فيه ازود عليه. فانا قلت افكاري انا عامه، ف
فلؤي بيعرف يظبط اي حاجه بسرعه جدا وباتقان وكل حاجه، وبتكلميه تحس ان هو مشغول في مليون الف حاجه، بس هو مركز. اوكي حلو، هو مركز في كل جمله بتقوليها. فانا بقول له افكاري مثلا عن الريليشن شيب، العلاقات المفروض الواحد يتعامل ازاي ويقدر يقول ايه ويوصل رساله. فهو كان المفروض كان اطار كوميدي، ما كانش فيه العمق بتاع الرسائل دي، فاحنا اشتغلنا على العمق. هو حتى مش لوجيك يعني، انا اكيد الدجان ده داخل ياخد البنات كلها، ياخد البنات مش قاعد ينصح مين يحل مشاكله ومين يعني. الطيبه ما كانتش لايقه مع ال فقلنا حاجه مختلفه وحاجه جديده، والحمد لله طلعت فكره ناجحه جدا. فكرتش مره يعني، هو انت بص، هو انت عموما مش هينفع تعمل اي دور غير ابن ناس عشان انت بتلمع ما شاء الله. هقول لك قبل ما تكمل عشان انت ما شفتوش، احنا عملنا مسلسل اسمه نافذه على العالم. نافذه على العالم ده كان انا طالع دور البطوله اللي هو حرامي دش اسمه بيسو. ده كان انا ولقاء خميسي، بس افتكرته افتكرته في التنظيم. لا ما هو ما هو بيتبيع توفيق عبد الحميد لما بيقول لها انت مش فراشه انت جراده. ايوه ده لا كان بيضحكني جدا. فكان علاقتي انا وابويا، المفروض كان ابويا في المسلسل عمل ضجه كبيره جدا، بس ما كنت بس كنت نظيفه. لا انا بتكلم ان انت تتشوه كده. المشكله في ايه؟ ان انا مهما عملت يعني انا بعمل الحرامي دش وعملت المسلسل كسر الدنيا وزي الفل، وكنت ماشي تمام والتعليقات تمام والجمهور تقبل الموضوع ده كل حاجه، بس مع ذلك يعني انا عملت ده دايما هتلاقي الفكره النهارده يعني ممكن الناس ما تكونش شافته او ناس بتنساه، علشان في الاخر انا بكمل بعمل حاجات تانية. ف انا يمكن بدي ايحاء نادي، بس يعني كل بني ادم وله عيوبه يعني، وانا عيوبي كتير يعني. طب نرجع بقى لحاجه انا عايز اعرفها ضروري يعني، انت ازاي بتحافظ بقى على رشاقتك وبادي بيلدينج وجيم ده يعني؟ انا احكي لنا يومك كده بيمشي ازاي يعني. يومي لو يوم فاضي فيه يعني لو يعني يوم ايديل بالنسبه لي يبقى يعني انا بصحى طبعا الفجر دايما، الفجر الحمد لله. بدي كده ايه مش بتنام الفجر؟ لا مش بنام الفجر. هو دي حاجه تانية بقى عايز اقول لك، ان انا السيستم بتاعي دلوقتي برضو عشان الواحد يحافظ على نفسه. انا مؤمن جدا ان البني ادم لازم يبقى له صله بربنا او صله بالكون الاخر، يعني اللي هو الباور الرونا اللي هو ربنا طبعا. فانا بالنسبه لي يعني بالنسبه لي صلاه الفجر دي ليها روحانيات تانية، بيديلك بتحسي ان روحك كده بتنضف كل يوم كده. هو بتتعاملي مع ناس كتيره جدا ومشاكل كتيره جدا وخناقات كتيره طبعًا. وكل حاجه فتيجي الصبحيه كده ساعه زمن كده كل حاجه بتتغسل، فبتكملي يومك، فاليوم بيبقى جميل. فتعملي كده اوفن يعني، تعملي كده كتير بتبقى الحياه انضف عامه، بتبقى الحياه اعلى، بتبقى الدنيا سلسه. فمهم قوي العلاقه دي، مهم قوي اللي هو انا أوكي. هسميه مديتيشن. فانا بعمل المديتيشن بتاعي ده بيبقى قران وبيبقى عباده، فده بالنسبه لي مديتيشن. يعني في ناس ممكن تعمل لك يوجا، ممكن تعمل لك رياضه، تلعب تنس، تعمل شيء، ده بالنسبه لهم مديتيشن. بس انا بالنسبه لي هي النقطه دي صلاه الفجر بدايه اليوم بتاعي. بعد كده اروح بقى اجري حلو ساعه ساعتين. ايه ده بيبقى فيه انرجي اصلا تاني؟ على حسب انا بطلع ايه من امبارح. اوكي يعني فلو انا عندي فيه كتير عايز زياده اعمل جيم، بعوم، اقرا بقى الحاجات اللي لازم اقراها، اعمل الايميلز اللي انا محتاج اعملها للشغل بره بقى في لندن ودبي والحاجات دي. بس كل ده بعمله يعني في الميه مثلا، في حمام السباحه، في الشمس. فباخد الانرجي بتاعت ربنا دي، والتان كمان الهواء الشمس الحاجات دي، بحس انها بيبقى فيها صله كده ربانيه كده بتبقى جميله. فبشتغل وفي نفس الوقت باخد بوزيتيف انرجي. اصعب حاجه او اصعب دور مر عليك في حياتك وحسيت انك انت مضغوط او حاسس بستريس عشان تطلع الدور ده بالشكل اللي انت شايفه؟ هو بيسو يعني، انا دلوقتي افتكرته معاك، هو بيسو في نافذه على العالم. كان صعب جدا، بس الدكتور عصام الشماع كاتب عظيم مخرج هايل قرر انه يغامر، انه هو يجيب تامر هجرس ودور زي ده،
ونجحت. ده كان اصعب دور بالنسبه لك؟ كان بالنسبه لي صعب شبهه. جدا لا عشان كان مرهق جدا وكان شغل كتير قوي وكان انتاج التلفزيون المصري وكان فكان في عناصر كتيره قوي كده كان في جهد جامد قوي كان لازم اعمله. طب واحسن دور تمثيليا بالنسبه لك يعني لو انت هتختار دور واحد ممكن تخش بيه مسابقه فتختار دور ده اللي ممكن نتفرج عليه؟ لا كده ابتدينا نرخم عليهم. لا اكيد لا بس انا عايز اقول لك عايز اقول لك انا كل دور يعني عملته انا بالنسبه لي بحس هو يعني بتبقى راكبه الشخصيه بالظبط بتطلع كل التمثيل على قد الشخصيه بالظبط فكل حاجه انا مقتنع بيها 100% فلو اقدم حاجه يعني عشان يجي لي اوسكار مثلا ما اعرفش ما اعرفش. طيب ممكن يعني نغير السؤال اكتر عمل ليك انت بتشوفه بتقول لا انا مش يعني يا ريتني ما كنت عملته او مش عايز برضو ما عنديش دي لان انا ببقى حريص جدا ان انا قبل ما اختار اي حاجه اوكي ابقى مراجع نفسي كويس وبفكر فيها مليون مره ما تتسرعش في اختياراتك يعني لما بوافق ببقى بعمل الاختيار الصح عشان اختياراتي ما تبقاش مدمره حياتي. الفنان تامر هجرس اهلا وسهلا اهلا بيك. تامر هجرس دادي تمارا تامر هجرس دادي تمارا دادي تمارا تمارا وطالة وطارة طالة طالة بيوتيفول نيم وهي برضو بيوتيفول هما الاثنين بيوتيفول من جوه ومن بره يعني الحمد لله ربنا يحفظهم ويحميهم هما طبعا دنيتي كلها امهم فطبعا انا يعني كل كلامي عليهم هيبقى كلام حلو قوي فيعني اتفضلي اسالي انت بس احساسك بقى تمارا خطوبه وهي بتتخطب وشايفها كده هو يعني احساس جميل وحزين في نفس الوقت يعني اقول لك حزين ليه ومبسوط ليه مبسوط لان هي اختارت بني ادم جميل جدا بني ادم نظيف محترم ومن عيله جميله جدا واصدقائنا من فتره وهو صديق تمارا من فتره طويله برضو كانوا مع بعض في المدرسه فالعلاقه دي مهمه جدا عشان تبقي ضامنه نجاح الجوازه يعني فدي حاجه تطمني يعني تطمني عشان لو مت بكره ولا حاجه ابقى بعد الشر يا جماعه دولي بس ابقى مطمن فدي حاجه حلوه حاجه جميله ان انت سايب بنتك مع راجل بجد وانها ماشيه برضو في الصراط المستقيم بتبتدي طريقها دلوقتي وهي عندها 22 سنه يعني حلوه قوي يعني طبعا مش هقول انا عندي كام سنه لا انت بقول انا اتجوزت وانا عندي 13 سنه انا هحاول نصدق بس انت خلاص بنتك يعني بتتجوز فخلاص يعني ممكن دور الجد بقى نبدا في دور الجراند ما انا امير كراره بيكلمني بيقول لي انا عايز اقول لك احنا علاقتنا كده الرخامه شويه كده فبيقول لي اقول له قال لي بقول لك ايه في فيلم جديد قلت له نعم قال لي بيسالوني بقى في دور كده عايزين نجيب فيه صلاح عبد الله ولا تامر هجرس قلت له مش فارقه يعني الاثنين بنات وما لهمش جوائز فدي كانت المباركه بتاعته لا رخم رخم لا ورد رخم وانت ما سكتش لا لا بحبه يعني طبعا ما سكتش دول كان جيل واحد انت وكراره يعني هو اصغر مني مين جيلك طيب فترة الموديلنج والإعلانات لأن قرار بدأ نفس السكة برضه لا عز مثلا عز أكبر مني بكام سنة لا هو أنا هفضح الناس مش قصدي عمر أنا قصدي اللي دخلته التمثيل مع بعض لا كنا مع بعض التمثيل مع بعض لا هو كله دخل قبلي أنا بكتير أنت دخلت في جيل متأخر أنا جيل متأخر في التمثيل يعني بس أنت كنت في الموديلنج كان في عز وخالد أبو النجا صح وما اعرفش مين تاني دخل تمثيل بس كله دخل تمثيل بس انا ما دخلتش مش عارف ليه مش عارف السبب اول خليني اسالك
على تمارة تاني؟ اوكي على تمارة تاني. انا الصيف ده كان صيف جميل تمارة. لانه مليء بتخرج تمارة من الجامعة بالظبط، قراية فتح التمارة وتخرج طالة من المدرسة وطالة بقى برضو تخرجت بامتياز وهتخش بقى هندسة، يعني حاجة حاجة تانية خالص، مش تخيل ان دي بنتي يعني عشان طب انا ما لما كنتش تمارة خطبت يعني. بقى كان ليك تيبس كده قعدت معاها قلت لها اعملي كده وخدي بالك من كده لا هو انا كبابي يعني أنا قلت لها ان الاول ما عرفت ان هي يعني في حد انترستد وكلام من ده قلت لها طيب هو الخطوه لازم تبقى كالاتي وقلت لها بس ما تضغطيش على نفسك ولا عليه وهي كان دايما تقول لي طب ما هو يعني بابا لسه يعني هو لسه هو اكبر منها مش بكتير بسنه تقريبا او سنوي فبتقول هو لسه بابا لازم يشتغل يكون نفسه هو يشتغل اكتر يعني ويكون نفسه ويبقى عنده مش عارف ايه وايه قلت لها لا مش لازم مش لازم احنا ما هي الغلط ان احنا نفكر كده هو مش لازم انا اتجوزت بدري انا وميرال اجتهدنا مع بعض بالزبط. وكوننا الاسره الجميله دي الحياه النعمه دي الحمد لله مع بعض فاحنا مسج ليك لاي اب انه مش لازم اني لا مش ما كنتش عايز انا ابقى الاب اللي هو يرفض شخص علشان امكانياته لا يعني هو اهم حاجه انت تعرفي الشخصيه اللي قدامك ايه ده راجل مجتهد وهيعمل حاجه فتثقي في ده وتثقي في اختيار الولد ولد الولد بقى ان انت ربيتي صح فتعرفي ان اختيار تماره هيبقى حاجه انت تثقي فيها يعني انا كاب انا واثق ان هي اختارت صح الحمد لله وان شاء الله تبقى قد الثقه وتطرح كده بيها وباولادها ان شاء الله انت كانت طفولتك كده يعني كانت طفولتك بهذه الرزانه والعقل او لا 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 لا, 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 لا يعني انت انا ممكن انكر بس لا انا طفولتي كان فيها شقاوه كتير جدا كان فيها عصبيه كتير كان فيها غيره كان فيها هبل 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 انا بقول هبل علشان دلوقتي بقول عليه هبل لان يعني لو الواحد يعرف اللي هو يعرفه النهارده يعرفه هو عنده 20 سنه يعني من سنتين يعني تحسي ان برضو الحياه ممكن تتغير يعني انا دايما حتى بس البني آدم وهو في السن ده هو مش عايز يستوعب ده هو لازم يتعلم ده يعني أنا بقول لبناتي بقول لهم حاجات معاوس بقى يعني فاهمة يعني بحاول أعمل فيها يعني الراجل الأب دول الأب هم مش مستعدين يسمعوا حاجة هم مش في الليفل ده بس أو بيقولوا لي كده لأن أنا بلاقيهم بعد كده بيعملوا حاجات أنا كنت قلت لهم عليها بس في الأول يبقوا رافضنا انت بتتكلم في ايه انت هتعمق الموضوع ليه ليه ما هو مش محتاج يعني بعده يكبر قوي كده بس تلاقيهم برضو ايه في الاخر بيأثر زي انا ابويا كان دايما مثلا اقول لك مثلا خفيف جدا كنا دايما ابويا ما كانش بيسوق في اخر ايامه يعني كان دايما يحب يروح البنك يحلق يقابل اصدقائه مش عارف فين في وسط البلد فدايما نمشي في وسط البلد يقول لي ده شارع عبد الخالق ثروت ده المصرف العربي الدولي ده جدك اللي انشاه هنا المعبد اليهودي ده شارع عدلي ولما ده كل مره كل مرة يقول له بابا انت بتعمل ايه خلاص خلاص انا فهمت انت بتعيد كلامك ليه انا عارف فبيقول لي لا وبعد كده يقول لي اهدى اهدى مثلا في سواقتك كلام ف في حاجات انت مش عارف كام سنة انا برضو داخل وسط البلد بقول لتمارة ده عبد الخالق ثروت ابو جدك ابو جدتك عمله ومش عارف ايه وبعد اقول لها بكرر نفس الموضوع فبقول لك التكرار يعلم الشطار فانا اكرر دايما الحاجات اللي انا عايزها تستك في دماغهم كده تلزق كده في مخهم وربنا بقى يعني هو العالم بقى اللي يحصل طب انت رحمي. كنت عارف انك هتبقى وانت في السن ده كنت عارف انك هتبقى مشهور ومعروف ونجم وليك وجود ولا كان عندك احلام تانية في الحياه كنت عارف لا كنت عارف كنت لا شايف لا بهرج لا ما كنتش عارف خالص ما اعرفش كان نفسك دايماً كان نفسي ابقى ظابط اوكي انت اصلا ما طب وليه ما خالص كان دايما عشان الافلام اللي كنت بتفرج عليها كنت قلت انا هبقى ظابط ودايما لما اجي العب مثلا واحنا صغيرين كنا دايما ابقى انا الضابط او اي حد تاني الحرامي ودايما اسمي مختار دايما كان اسمي مختار معرفش ليه مختار ليه ده مش شبه خالص كنت عايز دايما مختار طب ما قدمتش ليه في الاول ولا جيت في وقتها
لا هقول لك بقى. فلما كبرت بقى كان ابويا دخل السلك الدبلوماسي وكنا بنتكلم على ان انا اخش في السلك الدبلوماسي، وبعد كده جدي الله يرحمه برده كان في السياسه، فكنا بنتكلم في الاتجاهات دي. بعد كده حصل في المدرسه عملت مسرحيه ولا حاجه كده وعملت ضجه كبيره ودوري كان يعني جميل قوي، فالبرفورمانس بتاعي حسيت ان حسيت ان انا بحب ده، فابتديت اركز في ده. بس انا تخصصاتي كانت علم نفس ودعايه واعلان يعني، فانا قلت اتخرج من ده لان ما كنتش متخيل ان انا ابدا هيجي لي فرصه ان انا امثل. ايه الدور اللي انت لسه نفسك تقدمه وبتحلم ان انت الدور ده يكون موجود في المكتبه عندك او في دايما بقولها دي، بقول ان انا عايز اعمل دور تاريخي، عمرو بن العاص عمرو بن العاص والحاجات دي حاجه حلوه جدا، حاجه عميقه، حاجه قويه، بس تتعمل صح، تتعمل صح وتتعمل بحلاوه ويعني فعلا تعبر عن تاريخنا احنا كعرب. حاجه قويه جدا، مش لازم يبقى حاجه اسلامي بس تبقى برضو تاريخ عربي مهم قوي، حاجه تاريخيه لينا يا جماعه احنا ما نقدرش نقول. فيلم زي الرساله مثلا حاجه قويه جدا طبعاً. فيلم ال اسمه ايه لاين اوف ذا ديزرت كان في يوم صلاح الدين، بس لا كان اسمه ايه بتاع انتوني كوين ده لاين اوف ذا ديزرت كان اسمه ايه اللي هو عمر مختار. عمر مختار يعني بص يا جماعه الحاجات دي حاجات يعني تعيش مدى الحياه، فدي حاجه نفسي انا قبل ما اموت اكون عملت حاجه زي كده، بعد حاجه بقى اقدر اقول ايه او مصر تكون عملت حاجه زي كده. وانت شايف انك تقدر تتفرغ من وقتك ومن اعصابك ومن حياتك اللي انت عايش المسلسل زي ده محتاج تقعد تحضره سنه وتصوره سنه؟ هل انت عندك استعداد التضحيه دي؟ التضحيه دي انا طبعا بعرف انسق الحاجات دي مهمه جدا. وانا برضو دلوقتي يعني في حتى اسهل لان يعني رايحه جامعه اللي داخل جواز الموضوع راح في حته ثانيه. بس انا عادي الحاجات دي انا ساعات بسفرهم كلهم معايا يعني، لو سافرنا صورنا بره مثلا كنا بنصور في اليونان كلنا كنا مع بعض، نصور في لندن في حاجات ثانيه يعني بتبقى سهله. يا ردا على سؤالك يا احمد، ايوه انا مستعد اعمل كده. طب نرجع بقى لجديدك، هل في اعمال جديده قريب؟ مش عارف لو المفروض اتكلم فيه، بس هو المفروض هو نفس طقم شوجر دادي كده جزء كبير منهم كاست وكرو وانتاج. بنفكر اننا نعمل حاجه جديده بسبب نجاح ده، نعمل حاجه لذيذه مختلفه هتبقى كوميدي لطيف كده، كوميدي يعني ان شاء الله. شاء الله يا رب نكون خفاف عليك. انتوا خفاف جدا عليا يا رب. وميرسي لوقتك وميرسي انك شرفتنا. انا متشكر لوقتكم ومتشكر جدا وشرف ليا وشرفتوني ونورتوني. شكرا على حسن متابعتكم، اشوفكم الاسبوع الجاي.